دار برشا فرح العالم، لكن دارت برشا اخبار كيف والمده اللي فاتت ولينا ما عادش نجمو نصدقوا. المره ذي منظمه الصحه العالميه هي تخرج للعالم وتعلن عن لقاح امريكي ايجابي جدا فعال بنسبه 90% على فيروس الكورونا، قد يغير الوضع الوبائي. ما حقيقة الخبر هذا؟ وهل تونس ينجم يخلط لها اللقاح ولا وقتاش ينجم يخلط لنا اللقاح كان الخبر صحيح؟ هذا كل والتفاصيل كل باش نحكيو فيهم مع ضيفنا عبر الهاتف دكتور رياض دخفوس مدير عام مركز وطني لليقظة الدوائية. مرحبا بك على راديو ميد دكتور. مرحبا عسلامة ومرحبا كل مستمعين راديو ميد. مرحبا دكتور. ما حقيقة ولا ما نسبة حقيقة الخبر هذايا؟ على خاطر تعرف اللي البريود اللي فاتت كل دولة تخرج تقول لك لقينا فاكسان، خرج برشا مرة الخبر برشا مرات الخبر هذايا، لكن المرة هذايا لو اماس تخرج وتؤكد فاعلية هذا اللقاح الامريكي. والله هو اللقاح بكري يعملوا فيه، معناها معروف نتاع فايزر وباز دايرين يخدموا فيه وبكري هما دخلوا في الفاس 3 معناها الاخرانيه وقدموا مليح، وتويكا كي وصلوا معناها هما يعملوا كومباريزون بين اللي معناها ياخذوا البوبولاسيون تاع عباد جربوا عليهم، فما شكون ياخذ اللقاح جديد وفما شكون ما ياخذ حتى شيء، معناها ياخذ حاجه ما فيها حتى شيء ما فيها اللي لقاح الدواء، ومن بعد ويعملوا كومباريزون بين بعضهم ويشوفوا قداش معناها من حاله كوفيد صارت عند هذا وعند هذا. وقت اللي وصلوا 100 حالة كوفيد في الليتون تاعهم كيف جاوا يشوفوا يلقاو معناها اللي 90% معناها من اللي في من الحالات اللي من العباد اللي غذاوا الفاكسان الفاكسان عمل معناها مفعول بالكدا، وهذه معناها فريمون سي اون اكسيلونت نوفيل بور نو الحمد لله اي بور لو موند انتي. وي بون نجمو نقولوا يلزمنا احنا بصفه معناها du point de vue scientifique ماذا بينا نستناو حتى la publication dans ce sens mais يظهر لي publication publication c'est-à-dire docteur في les revues scientifiques Lancet ولا حاجات هذوكم معروفين يهبطوا فيهم النتائج نتاع لي ترافو اللي عملوهم هذوما، مي نجمو ما يظهرليش كان معناها مشت لها حاجه مش صحيحه، خاطر توك احنا نشوفوا حتى البورس في العالم كله طلعت برشا اللي في لي بورس سورتو لي في الترانسبار معناها طلع برشا الوحده نتاعهم، خاطر هما يعرفوا لي جراند كومباني دو ترانسبار اللي بالفاكسان هذايا معناها مش تحسن الوضعيه نتاع في العالم الكل نتاع البانديمي هذه. معناها اليوم النجم نقولوا لي رسميا اوفيسيلمون اليوم فما تلقيح ضد الكورونا. معناها نجم نقولوا اللي جاي معناها تري بيانتو جاي التلقيح نتاع الكورونا. تري بيانتو ستادير دكتور قداش باغ اكزومبل تاخذ الوقت، خاطر نعرف اللي احنا وصلنا للمرحله الثالثه يظهر لي متى التجربه السريريه والمراحل السريريه والنهائيه. الفاكسان طلع فعال بنسبه 90% اللي يخول له حسب منظمه الصحه العالميه اللي استعرفت به سي معناتها واللي هي من دورها انها توزع الفاكسان هذايا. الفاز الاخرانيه انه الفاكسان هذايا يولي معناتها يتحط اون مارشي ويتوزع على الدول، قداش تنجم تاخذ وقت؟ هما توك فما بلدان ديجا الكبار معناتها امريكا بيان سور خاطر بلادهم والاوروب ديجا معناها عملوا كونترا مع فايزر وبيونتيك هذوما اللي حضروا في الفاكسان هذايا، وديجا معناها من الهون اخر 2020 هما يجموا ياخذوا عاملين هكا حسب لي شيفر اللي سمعناهم 50 مليون دوز، ساشان لكل مريض كل عبد يزبو دو دوز معناها هذوما 50 مليون دو دوز معناها يجم يداوي 25 مليون. وهما يقولوا اللي يمشي حضروا دي سي دو فان 2021 1.3 مليار دو دوز. باهي تقول لي احنا بلاصه تونس شنيا في هذا الكل؟ جوستومون هذا هو السؤال. هكا رسمي عندنا احنا بيان سور. احنا تو دخلنا دوبوي كلكو تون اون كونتاكت افيك بليزيور فابريكون برشا معناها اللي يصنعوا في لي فاكسان ويحضروا فيهم. دخلنا ان كونتاكت معاهم، فما زوز مستويات نتاع كونتاكت، فما اللي دخلوا في الفاس 3 اون ديزان دو لابوراتوار نقولوا 9 صحاح، دخلنا معاهم ان كونتاكت ومنهم فايزر منهم هذا معناها اللي انتج اللقاح معناها يا كلك جور كنا اون ريونيون معاه وانا بيك داير قبيلي كبرك يمكن نص ساعه ملي كملنا توك الريونيون مع لابوراتوار كبير زاد يحضر في فاكسان نتاع هو في الفاس 3 دونك هذوما احنا شفنا معناها عملنا اتفاقيات بور لو مومون سريه بيان سور اش نجمو كيفاش نجمو ناخذوا شنو هما الاسوام كيفاش معاهدات نجمو نعملوا معاهم نهار اخر وكل
معناها قدمنا منيح معاهم مع برشا منهم. وفما الدوزيام نيفو فما اللي مع المنظمة العالمية للصحة، فما المبادرة كوفاكس هذه اللي هي معناها فيها كيلكو فاكسان يجمو يقدموهم للبلدان اللي ما عندهمش برشا امكانيات. حطوا كيلكو باي بريوريتير منهم تونس، منهم تونس والجزائر والمغرب، يجم يعطيهم زادة بسوام اقل من الاخرين، فهمت؟ هذوم زادة دخلنا معاهم ان كونتاكت. معناها دكتور سامحني ما حكيت على سوام، انا برشا تصريحات يظهر حتى نذكر السي الهشمي الوزير مدير معهد باستور قال لي معناتها الفاكسان باش يكون سومو حوالي 7 دينارات 6 دينارات. هو ما نجموش نعطيو سوم نقولوا اون جينيرال قداش كل فاكسان كيفاه. تو احنا هو دخلنا باتصالات مع بوكو دو لابوراتوار ولي لابو الكبار الكل هذوما الكل، وكل حد معناها شنو السوم نتاعو اي يتراوح. يعني باش يكون غالي الفاكسان في المتناول، يعني التونسي نجم يلزم يعني... لا يلزم سيرتين مو اخي، احنا تو كي نشوفوا سوا من الدويات اللي نشيلوا فيهم نهار كامل، و ما هوش مش يجي سوم اللي مش يقلق حتى انسان، فهمت؟ حتى كي يجي عائله كامله مش تعمل فاكسان سافا با كوتي تري شير. والاتفاقيات بالنسبه اللي قلت لي عملنا بلوزيور معناتها عديد الاتفاقيات مازلنا ما نجموش نقولوا عليهم، خاطر هذو الاتفاقيات يبداوا يوم من الاول معناها يقعدوا سريه بين البلاد بالدوله وبين اللابوراتوار، خاطر هما يحبوا هكيكا معناها. مازلنا هذوما اتفاقيات معناها دو ديبي ماهوش ديفينيتيف، فهمت؟ معناها احنا نتفاهموا مثلا كيف مش تشري انت لازمك تسبق له فلوس ولا ما تسبقلوش، ومعناها حسابات هكيكا. وهل تونس اليوم دكتور هذا اللي تسالوها توانسه كل عندها الامكانيات اليوم انها تشري حتى اذا تم معناتها سيء توزيع الفاكسان على العالم؟ هل تونس ابار الاتفاقيه نتاع لو ام اس اللي باش تبيعنا بسوم رمزي وفما حتى تابعنا فما حتى شروعات تجينا غراتيكمون؟ اي لا نحضروا احنا وعنا، خاطر تو احنا كي نشوفوا معناها الانفلونس ولي كونسيكونس دو لا نتاع البانديمي هذه والابيديمي في تونس على الاقتصاد وكل معناها الفلوس اللي مش نحطوهم الاقتناء اللقاح هذا ما حكايه مش كبيره ياسر، معناها بالنسبه للفلوس اللي قاعدين نخسروا فيهم في جراء الازمه هذه. معناها سافا با كوتي تري تري شير، سي دو لاجون بيان سور، سي دي فو ان بودجي بور سا، وان شاء الله نحضروا احنا مع نحضروا مع البنك العالمي مع بيجي دليتا برشا حاجات مع لو ام اس كي مش تعاوننا معناها باش تسهل لنا باش نشريهم، معناها بوكو فاكتور كي فون بيرميتر داشتي جو ما ظهرليش كان باش يصير مشكل باش نجمو نشريو التلقيح. الحمد لله. وقتاش نجمو نقولوا لتونس ديما حسب التقريب احنا عارفين احنا ما احنا هاني قلت لك احنا توك باتصال ما حبيناش نكونوا نرميو روحنا على لابوراتوار بركه، خاطر يجم في اخر وقت يجم يقول لك انا ما عنديش الكميه اللازمه الكافيه ولا ما نجمش تويك. هون احنا تو باتصال مع بوكو لابوراتوار، وان شاء الله اللي باش يبدا الاولاني بالطبيعه احنا مش نمشيو نقولوا له نجموش ناخذوا ديجا من الاول، ونبدا نقدموا هكاك كل حد يبدا حاضر نجم نحاولوا نشريو من عنده. نجم نقولوا من هنا احنا الاولاني بالطبيعه مش نحاولوا نشريو من عنده زاد. نجم نقولوا لي من هوني النهايه والموافقه سنه 2020 تنتهي ازمه الكورونا في العالم وفي تونس؟ لا مازال خاطر هو توك شوف انت توك اعطيتك لي شيفر 50 مليون دوز دي سي فان 2020 هذوما الامريكا والاوروب هذوما اللي حاصلين. باه نحسبوا احنا نقولوا بدينا مش نبداو ندخلوا في المارشي هذايا من جانفي فيفري شده، انت ماكش تزرق للبوبيلاسيون الكل من الاول معناها اون بارتي من البوبيلاسيون حتى لو ميس اعلنت على الفئه اللي باش تبدا تزرق لها مازال معناها فما عباد مش يبون ايتر بروتيجي وبرشا لا بشويه بشويه. احنا توك معناها ما من هوني لجوان مش توفى راهو مش تنقص مش نحاول احنا توا جونفي توك لا مازلنا كجونفي مازال ما تحكيش على الفاكسان من هوني لجوان جاي معناتها جوان 2021 في العالم كله مش نحكي اي ليه نعرف اي ما حبيت نبقى 2021 خاطر احنا توك يخرج الفاكسان على المارشي انت مش في شهر مش زرق العالم الكل بيان سور بشويه بشويه باش نقدموا باش نبداو نزرقوا من الاول العباد وين بتيت بارتي دو لا بوبولاسيون مونديال ونبداو بشويه بشويه نزيدوا حتى اون بروتيج اون غروند بارتي دو لا بوبولاسيون وقت تنقص بالكدا وان شاء الله ناخذوا لهذا خاطر سي با ايفيدون. هو شوف فايزر شو يقول لك انا
1.3 مليار اون 2021 معناها. معناتها شوف قداش لازم وقت باش تخدم. بالطبيعه خاطر لازمك تلقى الفاكسان وتصنعه زاده مش ساهل باش تصنع اون كرون كونتيتي. اي معناتها جوان بوتيتر نجم يخلط لنا. احنا توا فوالا دونك علاش احنا ديما اون انسيست على البروتيكسيون ونقولوا البس الكمامه واغسل يديك وكل. خاطر ما هذاك هو ساك اللي مش ينفعنا من الاول وباش يحاول ينقص الفيتاز دو كونتامينس باش نربحوا الوقت. باش حتى كان وخر شويه الفاكسان مش مشكل جاي هو الفاكسان اما خلينا نربحوا الوقت باش نقصوا او ماكسيموم معناها لي كا دانفيكسيون. فهمت دكتور جست خلينا نستغل وجودك معايا بربي. عندنا برشا ما حكيناش مع مختص نحكي في ليميسيون هذايا دو ما على برشا دي ستاتيو قاعدين يدوروا عباد من ذوي من 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 اهل الاختصاص ومش من اهل الاختصاص. يقول لك احنا تو في البيك جمعه اخرى باش نعملوا البيك. نحكي للعباد اللي مش من اهل الاختصاص والتونسي في مخه اللي احنا تو في قلب البيك والجمعه جاي باش تيح الكورونا. هذايا التونسي شنو يحكي في الشارع؟ هل الكلمه هذا يصيح؟ هل نجموا نقولوا اللي احنا اليوم في البيك ولا عملنا البيك ولا جمعه اخرى باش نعملوا البيك ولا مازلنا بعاد؟ لا ما نجم نقولوا حتى شيء توك هذا كله ناس معناها ما يسوبات سور كوا عندهم معناها دي شيفر شنو دي ستاتيستيك ولا دي شيفر نديروا لي ستاتيستيك هاك تشوف انت احنا تو كل يوم يخرجوا لي شيفر تاع تونس من الاوبسرفاتوار مازال معناها كي تشوف لي شيفر مازالوا طالعين. نجم نقولوا ستابيليزي ستان بون سيني معناها فهمت. نجم نقولوا باش نجموا نشدوا طريق باهي وكان نزيدوا نكبسوا روحنا شويه ومن بعد تو تهبط ما الا كان مش تهبط الشيفر فهمت. اما يلزمنا باش تهبط يلزمنا احنا نطبقوا معناها الاجراءات الكل اللي معموله نتاع ليجيان وديسونساسيون والكل. قاعدين ماشي مليح حتى في الاوروب يقولوا معناها سون تران دابلاتير ان بو لا كورب فهمت. الزمات تزيد تطلع اكثر على لا كورب ستابل حتى لتوا نجمو ستابل شويه الايامات الاخرى قاعده الي ستابل ماهيش قاعده تطلع مي كومام دي شيفر امبورتون نحبوها تهبط بيان سور سيرتو عدد الوفيات اي احنا فوالا احنا تو لوبجيكتيف لازمها تهبط باش حتى معناها الامكانيات نتاعنا في السبيطارات ما نفوتوهمش خاطر هيك الخطر الكبير مش الكوفيد وحده وخاطر تو كان يكثروا لي كا حتى تقول انت تو الدوزيام فاغ هذه فيها لي كا سون موان غراف هي ما سون بوكو بلو نومبرو 5% نتاع 1000 مش 5 كيف 5% نتاع 50 نتاع 100000 اي باغ اكزومبل اي ما نفوتش شنو معناها وقتا لي مويان نتاعنا نفوتوهم عاش نخلطوا باش نداويو ناس مش كوفيد برك والبقيه يمشي يلقى يمشي يرقدوه باش ناخذوش السبيطارات الكل زاد كوفيد واحنا براتيكو وصلنا للسبيطارات والكل معبيه فروشات ريانيماسيون قاعدين يتعبوا قاعدين حتى في المساحات الخاصه اي وقاعدين ياخذوا دي سيرفيس اللي هما ماهمش نتاع بنمو مش نتاع انفكسيون يحطوا فيهم للكوفيد خاطر اوني اوبليجي دو فير دونك يلزمنا نردوا بالنا ما ناش بعاد باش ننجحوا نكبسوا روحنا شويه نطبقوا شويه الاجراءات وان شاء الله نجموا نخلطوا الانتجابيه معناها ان شاء الله. دونك الفاكسان وي تم اكتشافه وين نتصور اللي فما يقع نوفيل هذه معناها اللي جات اليوم عند فايزر الحمد لله معناتها هذه اون تري بون نوفيل جاتنا وسورتو اللي لو ام اس معناتها اعترفت استعرفت قالت لازم لو ام اس تستعرف بالفاكسان معناتها اي مش فدليك معناها دون بلوس فايزر راهي مش تابعه المبادره نتاع كوفاكس مش داخله معناها مش تابعه لو ام اس بي وبورتو معناها استعرفت خاطر حاجه صحيحه ما يجموش يخرجوا حاجه باش يكون نتصور حسب ما فهمت من كلامك ومن كلام زاد العالم الكل اللي باش يكون فيها بليزيور فاكسان برشا تلقيح اكزاكتومون وكل بلاد باش تختار التلقيح اللي اكيد كيما ما نعرفش تيست غابيد ولا تشوف نجاعة اكثر واحد وتشري منه هكا ولا اي تشري وانت والمارشي زاد اش فما واش ما فماش خاطر احنا مش احنا نحبوا برك لازم تلقى شكون يبيع لك لازم على بكري احنا علاش تو قلنا بدينا بكري باش دخلنا اون كونتاكت مع لي لابوراتوار الكل البرومي سيرفي راهو معناها الاولانيين اللي مشي جاي بداوا حاضرين وعندهم دي كونترا هما اللي باش ياخذوا الحمد لله احنا من الدول اللي في الاولويه محطوطين زاد كوميم في الليست اوسي زاد نتاع لو ام اس الليست نتاع الكوفاكس هذيك احنا محطوطين وحتى لي اون دوار دو كوفاكس ما قعدناش زاد احنا معاملين على لو ام اس بركه زدنا احنا وحدنا زدنا لوجنا وانتر اوتر نتاع فايزير هذايا معناها دخلنا باتصال معاه وان شاء الله ان شاء الله نوصلوا ان شاء الله لو ام اس كانت صارحه اللي فما فئه معينه اللي باش يتم تبجيلها معناتها في الفاكسين هما كبار السن احنا توا عندنا كوميسيون نخدموا
فيها على الحكايات هذوما باش نحضروا زادا شكون هم لي بريوريتير من الاول، شكون اللي باش ياخذ ولاني بنو عمر الحالات شنو هما اللي شكون معناها اللي عندهم امراض خاصه ولا هذا الكل لازمنا نكونوا حاضرين، ما نبداوش في اخر وقت نقولوا شكون يبدا الاولاني وشكون مش الاولاني. اي خاطر فاكسان الجريب هو ديجا حرنا فيه شويه. اي خلي الكورونا دكتور الحقيقه. ايوه احنا في الجريب تو في العاده اللي فاكسان يقعدوا لنا ويتلوحوا. جوستومون. لكن انا العكس. والدفعة الثانية دي يغل توا معناتها نستناو فيها عند أموات إن شاء الله. كل يوم قاعدين باتصال مع برشا بوكو دو لابوراتوار باش نشريهم عندهم معناها الفاكسان تاع الجريب، خاطر زادة مش نشريو اللي يجي ماك تعرف معناها نلوحوا رواحنا. كيفاش نشريو فاكسان لازم نكونوا متحقين من الإفيكاسيتي وزادة من السيكوريتي دي فاكسان. جوست آخر توضيح للشعب التونسي خاطر يتسائل في برشا أسئلة، اليوم أون فوا أي مواطن زرق الفاكسان تاع كورونا هل هذا يعني عدم إصابته بالكورونا معناتها في المستقبل جملة وإلا ينجم يصاب؟ ما زال ما نعرفوش هو حتى توك اللي يعملوا اللي عندهم الدويات عندهم لي فاكسان جدد ما يجموش يعطيوك حتى معلومة على قداش مش الدوم ليمونيتي. فهمت هو توك خاطر ليزيتود اللي عملوهم توك هذا 90% مثلا بعد 28 جور يقولك مي نورمالمون سافا دوري. احنا توا كي كنشدوا عام ساعات ديجا به وما نعرفوش اسكو خاطر كان باش تقعد مثلا عام بركا ليمونيتي سينا كل عام نعاود ويلزم الفاكسان. اي جوستومون كيما الجريب معناتها فوالا كي الجريب كان مش دوم على طول وقتها فريمون سي غاني وقتها ارتحنا ان شاء الله. ميرسي على التوضيحات هذه كل دكتور رياض دخفوسي عايشك نورتنا ميرسي بوكو. دونك فوالا حبينا نتاكدوا من خبر نتاع اكتشاف لقاح الكوفيد معناتها الكورونا يا اخي اللي اكدتها دايوغ المنظمه العالميه للصحه اليوم واكد هنا دكتور رياض دخفوس كان ضيفنا عبر الهاتف المدير العام للمركز الوطني لليقظه الدوائيه. تونس قاعده تعمل في اتفاقيات توا قبل حتى ما يبداو يوزعوا في الفاكسان باش نبداو من اول الدول المنتفعه لكن لهي في دون زاموا لهي معناتها شارجي لهي شهرين اخرين سافا بخونتر دو تون باش تاخذ شويه وقت اونتخ تون. في الوقت هذاك كل لازمنا نحافظوا على الطرق الوقائيه ولا البروتوكول سانيتير ولا الحاجات اللي تحكيت عليهم وزاره الصحه الكل الماسك الديستانسياسيون غسلين اليدين الاكتظاظ وتجمعات وغيره. نصبروا شويه مانيش بعاد على الربح وان شاء الله ننتصروا وان شاء الله تزول هالازمه هذيا لو بلو تو بوسيبل. فوالا احنا راجعين شويه اخر ما نسيناكمش في الصحيح من الغلط باش نعملوا الريكاب نتاعنا كي العاده استثنائين المره هذه في الساعه الثانيه خاطر خطفناه خاطفين دكتور رياض عندهم دي ريون بعد جماعه دونك اكيد عندهم برشا مشاغل وان شاء الله ربي معهم. نشكروا دايوغ على تدخلوا معنا دونك نرجع شويه اخر الريكاب ما ننساوش اخبار الرياضه زيد مع امين هلال في اكتو سبور هذا كل بعد الاخبار في ترانكيلا خليكم برونشي معنا.